كيف نصنع أقوى شامبو أو صابون على وجه الأرض لإنبات الشعر أو لزيادة تكثيفه ولمعانه؟ امسكي بابا. شايفين يا جماعة اللي احنا شايفينه هذا؟ امبارح قابلت صديق فبقول له ليش يعني شكلك صغرت خالص في السن؟ ايش فيه؟ الناس بتكبر في السن، ايش الحكاية؟ فقعد يضحك وبيقول لي بس يا بابا، وبقول لي اكتشفت حاجة فظيعة، سر من الأسرار. فبقول له ايش هو؟ قال لي شجر النبق أو السدر. يا جماعة بصوا اهي، بس عشان الولد كلها شوك، شايفين؟ كلنا عارفين شجر السدر أو النبق. نشوف هنا شكلها، طبعا في كل مكان موجود، وعنا نزرع عندي أشجار معمرة منه. بصوا يا جماعة، بنجيب مية عادية جدا، ونحط عليها الأوراق ونحطهم على النار نغليهم. بعد ما يغلوا نسيبهم حوالي ساعتين ثلاثة يتنقعوا. بعد ما يتنقعوا بنطلعهم على جنب ونبدأ بقى. بصوا نعمل كده ونفرك. شايفين البابلز بدأ يطلع؟ كيف أهي الأوراق، هذه أوراق الشجرة زي ما احنا شايفين. هنغليه في مية أو نحط عليه مية مغلية، وبعد كده نسيبه ساعتين ينشف، ساعتين حوالي يعني يتخلط مع بعض، وبعدين نعمل وبعدين هنصفيه هذه المية بتاعته، ونجيب البخاخ. شايفين الصابون كيف؟ ونجيب البخاخ أو نغسل بيه شعرنا على طول. صاحبي قال لي قعدت 5 شهور البخاخ على طول معايا ويوميا على راسي زي ما انتم شايفين، فنغسل بيه شعرنا. هذا أفضل شامبو طبيعي في العالم ممكن نعمله لشعرنا. طبعا يا جماعة الموضوع سهل جدا، كل اللي علينا ان احنا يكون شايفين كيف وصل لمرحلة هذه يا جماعة. بس انا اسف عشان ملهم باشا، شايفين لو قعدنا نعمله جامد المية لونها احمر وبيعمل بابلز. فعنا بقى اول حاجة ان احنا نجيب ورق السدر ونحطه على مية، معلش يا بابا، ونحطه على مية ونغليه، وبعد كده نسيبه ساعتين ثلاثة، وبعد كده زي ما انتم شايفين. استنى يا بابا، حاضر يا ميمو، هنعمل بايدينا، هنلاقيه في النهايه بيوصل معانا المرحله اللي انتم شايفينها. هذه الميه لونها احمر يا بابا، وهذه الاوراق. بنشيل الاوراق اهي، الاوراق بتتشال على جنب، والميه نبدا بقى نحطها في بخاخ. يا لو عندنا كتير الشجره نقدر نغسل بيها باستمرار. انا اسف على دوشه ملهم. اقوى شامبو او صابون طبيعي في العالم، اورجانيك عضوي من اوراق السدر اللي احنا شايفينها. احلى مسا عليكم، حبيت اشارك معكم المعلومه. طبعا بمجرد ما قال لي صاحبي امبارح الموضوع طبقته اهو، اليوم هبدا استخدمه ان شاء الله. تشوفوا خلال شهر، بعد شهر ببان على طول بدايه، لان انتم شايفين عوامل التعريه بدات معايا، ونستخدمه باستمرار، وبعد اول شهر بتبان النتيجه زي ما انتم شايفين اهو. و يعني ممكن ان شاء الله كل يوم لو بخاف من ورق السدر، والموضوع طبيعي جدا. احلى مسا عليكم، وقلت اشارك معكم المعلومه. والسلام، ختام السلام عليكم.